طيب خلينا بقى من النقطه دي تحديدا هنطلق الى حاجه تانية يا سمير لو سمحت. في هجيب لحضراتكم اسم تصنيف انديه العالم، تصنيف انديه العالم من موقع فوتبول داتابيز. هل انا اللي بقول الكلام ده ولا حد تاني؟ مش انا، موقع عالمي بيقول ايه؟ فوتبول داتابيز بيقول ان بايرن ميونخ في المركز الاول، بايرن ميونخ في المركز الاول اللي هو الفرقه اللي كانت بتلعبنا امبارح دي بالمناسبه، يعني للاساتذه اللي كانوا بيتكلموا. طيب مين رقم 36؟ مين؟ النادي الاهلي المصري. المهم انا مش عايز اللي بعد كده، اللي بعد كده قعدت ادور كتير قوي، نزلت لغايه 100 مش لاقي ولا نادي مصري. تخيلوا حضراتكم، قعدت انزل لغايه 100 كده 39 40 41 99 100 مش لاقي. فين وفين؟ اهو انا لسه شايفها دلوقتي والله، ما شفتهاش قبل كده. ف يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ حضرتك قعدت ادور كده بعد ال 36 37 ممكن 38 ممكن، انا عارف دايما النادي الاهلي هو اللي بيبقى في الصداره، في الصداره العربيه يعني والمصريه. فطبعا قعدت 37 38 قلت طب بعيد شويه في الستينات، بصيت في الستينات ما فيش، في الثمانينات ما فيش، في التسعينات ما فيش، في 110 ما فيش، 120 ما فيش. يا جماعه حضراتكم بتتكلموا في ايه؟ حضراتكم بتتكلموا في ايه؟ وعلى فكره الموقع ده انا مش جايبه من جيبي، مش مطلع حاطط ايدي في جيبي كده وجايب الموقع ومديه، لا هو ده موقع عالمي موجود. حضرتك ممكن تكتب كده وتشوف الكلام اللي مكتوب في الموقع ايه، اعمل سيرش عليه وهتلاقيه، زي ما انا كنت بعمل سيرش على التحفيل اللي في الاول هيطلع اسم ناديك بس مش هيطلع حاجه ثانيه.